وصلنا لآخر فقرة من برنامج صباح الشروق، ودائما في الفقرة الأخيرة من نهتم بأهم الأخبار في الساحة الرياضية والمستديرة الخضراء. داخل الاستوديو معنا لتحليل أهم الأخبار الرياضية الأستاذ عبد الرحمن عيدروس، كاتب صحفي ومحلل رياضي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن، كيف حالك؟ مرحبا بك أخت لينا، ومرحبا بالسادة المشاهدين، صباح النور عليكم كلكم. صباح السعادة عليك. نبدأ أولا في غراءة آخر المستجدات الرياضية، وأهل الخرطوم يتعاقد مع دومينيكو سعيد في ظل هذه العقودات الحالية. نعم، يمكن شفنا الانتدابات الشتوية جاءت على غير عجات ساخنة وقوية فجر. يمكن أنا أعتقد أنه أهل خرطوم مفاجأة من عيار الصغير في انتداب أفضل لاعبين الآن في الخرطوم الوطني. تكلم عن دومينيك أبوي المهاجم وسعيد صديق، يمكن هما من أفضل اللاعبين الآن في الخرطوم الوطني. الفريق كان بعول عليهم كثير في المواسم الماضية، خاصة دومينيك أبوي وسعيد صديق اللاعب الشاب. لكن خلينا نقول يعني صراحة مجلس أهل الخرطوم اللي تكون قبل 4 أيام دخل بثغله أو بتقله خلينا نقول في التسجيلات، وواضح جدا أنه أهل الخرطوم يمكن يكون وضع يمكن خطة جيدة يدير بها هذه الاندابات، خاصة الأمين العام الجديد لأهل الخرطوم. نحن هنا بنقدم له التحية، الأخ عوض الجزار، اللي يمكن يكون هو كان مهندس هذه الصفقة ونجح في أنه يسدد يمكن ضربة قاضية لخرطوم الوطني. والجميع يعرف يمكن الندية الكبيرة بين الخرطوم والأهلي، خاصة أنه ده في خرطوم 2 وده في خرطوم 3، فالديربي دائما بيكون حتى في الأجواء بتاع التسجيل بتكون ساخنة جدا. فبالأمس خلينا نقول أنه الخرطوم 3 كلها بأمس كانت يمكن غاضبة، وعلى هذه التسجيلات اللي يمكن يكون الخصم اللدود أنه يسجل منك أفضل لاعبين، فدي كانت ضربة قوية سددها يمكن عوض الجزار يعني. نعم، للأهلي خرطوم، واللي يمكن يكون هو بيقدم في مستويات متباينة، واعتبر أنه دومينيك وسعيد صديق هما إضافة كبيرة لفرقة برهان. نعم، أيضا في ظل هذه التعاقدات المريخ يتعاقد أيضا مع بلقاسم لاعب أمل عطبرة. نعم، المريخ يمكن بهدوء تام يمكن نجح في أنه يسجل لاعب الأمل عطبرة أبو القاسم عبد العال، بالإضافة لجد كومر مدافع الأمل عطبرة. أعتبر أنها انتدابات محلية مميزة للمريخ ستفيد الفريق، إذا ما كان حاليا يمكن في السنوات في المواسم المقبلة ممكن يشكلوا إضافة، لأنه لاعبين مميزين جدا قدموا مستويات مميزة مع الأمل خاصة هذا الموسم. وأنا يمكن أقول المريخ عكس نادي الهلال تماما، يعني بيقدم حتى في التسجيلات بهدوء تام، حتى الصفقات تطبق على نار هادية، يعني يعرف كيف يسجل اللاعبين يمكن أفضل أو نعم ممكن كيف يصطاد في الأجواء الهادئة في الميركاتو الشتوي. جميل، أيضا أبرز التسجيلات الفرق من ضمنها الهلال اتفق مع السموال، وهلال الأبيض يتعاقد مع حميدة وعمرو. نعم، يمكن ملف السمو المرغني بالذات يمكن يكون هو كان من ضمن الثلاثي اللي كان او ضمن الرباعي اللي كان فتره قيده ومنتهى في نادي الهلال، ونجح الفريق او نجح اداره الفريق في انه تعيد قيد عبد اللطيف بوي القائد، بالاضافه لمحمد مختار بشا وعمار الدمازين. كان في هناك جدل كبير وتخوف كبير من عدم اعاده قيد السمو المرقني اللي يمكن انا بعتبره الان من افضل لاعبي الهلال في الخط الخلفي، يمكن جوكر الهلال في خط الدفاع، يلعب في منتصف الدفاع ويلعب في الرواق الايمن وكذلك الايسر، يمكن لاعب مميز جدا. انا ما اعرف انه اداره الهلال لماذا لم تعيد قيد اللاعب مباشره. هو نعم بالامس يعني يمكن الخبر اسلك صدور الهلال باعاده قيد اللاعب لموسمين، لكن خلينا نقول انه في كانت ضبابيه في الايام الماضيه حتى في اعاده قيد السمو المرقني. نعم، ايضا كما ذكرت هلال الأبيض تعاقد مع حميده وعمرو. نعم، ايضا هلال الأبيض يسير بخطه ثابته في التسجيلات، انا اعتبر انه هم اضافه حقيقيه، خاصه عمرو نجم الاهلي مروي اللي هو يعتبر من اميز لاعبي الوسط في الدوري الممتاز، اضافه حقيقيه لكشف هلال الأبيض اللي يمكن بيشرف عليه خالد هيدان، وخالد هيدان يمكن بالاسم طلب هؤلاء اللاعبين، وده باكد لك الرؤيه الفنيه الثاقبه للجهاز الفني لهلال الأبيض بقياده المغربي خالد هيدان. ايضا امل عطبر يمكن كسب لاعب رابطه كوستي. نعم، ايضا الامل عطبر في يمكن يكون بعد ذهاب عدد من الاسماء البارزه حاول انه يعوض باسماء جيده، ولاعب رابطه كوستي اعتبر انه هو ايضا من ضمن الاسماء الجيده في الساحة، واعتبر أنه هي أيضا ستكون إضافة للمدرب كفاح صالح في هذا الموسم. ماذا عن جلنطة وخطاب والخرطوم؟ أيضا الخرطوم الوطني برضو امتدابات مميزة ولا لاعبين شباب صاعدين. الخرطوم طبعا بيحاول أنه يمكن الضربة اللي سددها له الأهلي الخرطوم بتعاقد مع دومينيك وسعيد صديق، أيضا
هما اسماء جيده جدا، خاصه شفنا انه بالامس يعني حتى كان بتواجد ابراهوما كان موجود في التسجيل ومحاضر المدير الفني، بالاضافه للتسجيل المتاخر كان لحسين الجريف، واعتبر انه حسين الجريف اضافه حقيقيه لخط دفاع الخرطوم الوطني وهو لاعب شاب. شفنا الطريقه اللي خرج بها من نادي الهلال وفي شطبه وفي الخطا اللي ارتكبه في مباراه الوسط الاماراتي وكلفت الهلال الوداع، لكن اعتبر انه ضم حسين الجريف للخرطوم الوطني بالامس رفقه هؤلاء اللاعبين سيكون اضافه كبيره، وممكن نشوف اللاعب يتطور ويعود مره اخرى للقمه. يمكن جماهير النجم الساحلي غاضبه لدرجه انها هي حصبت لاعبيها بالحجاره بعد ما تعادلوا في الدوري التونسي مع الافريقي وينتظر قدومهم للخرطوم مع الهلال. نعم، يمكن النجم الساحلي خلينا نقول انه بيغدي في مستويات باهته في اخر 4 مباريات، الفريق لم يعرف طريق الانتصار، خسر من الملعب ثم خسر من النجم المتلوي، والخسائر الافريقيه القاسيه كانت امام الهلال، ثم اردف الفريق بتعادل مخيب للامال امام الافريقي التونسي اللي كان منقوص العدد منذ الشوط الثاني، الفريق النجم ما قدر انه يستغل هذا النقص العددي بالفوز وحقق تعادل مخيب قبل جوله الاياب امام الهلال. خلينا نقول انه الفريق الان 4 مباريات، هذه لاول مره تحدث في تاريخ النجم الساحلي لانه يفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، وده شيء سلبي جدا او رقم سلبي في تاريخ النجم الساحلي، لذلك الجماهير يمكن صبت جام غضبه على اللاعبين والجهاز الفني اللي خرجوا تحت حمايه الشرطه، وده باكد لك انه الهلال ممكن عنده فرصه كبيره انه يحقق انتصار الاياب في مباراه السبت ان شاء الله امام النجم الساحلي. نعم، ايضا من الاخبار يمكن هزيمه خيتافي بثلاثيه من الريال في الدوري الاسباني ومباريات اخرى. نعم، يمكن الريال بعد توقف لاعياد احتفالات راس السنه والكريسماس عاد بقوه وضرب بثلاثيه امام خيتافي، يمكن الفريق بعد التعثر في كلاسيكو وقبلها في بالخساره ايضا بالتعادل امام فالنسيا، الفريق عاد ولملم اطرافه، وشفنا انه زيدان يتطور مباراة لاخرى، ده باكد لك انه الريال بيسير في الطريق الصحيح في الانتصارات في المباريات الاخيره، والفريق الان هو في الصداره بفارق الاهداف عن برشلونه. نعم، في الدوري الاسباني هل في مباريات اخرى؟ نعم، ايضا برشلونه فشل في الابتعاد بالصداره وانقاذ لتعادل مخيب في ديربي كاتالونيا امام اسبانيول بهدفين مقابل هدفين، ويمكن كانت صدمه كبيره للبلوغرانا لانه الفريق يمكن اسبانيول يتواجد في المركز الاخير وبرشلونه يتواجد في المركز الاول، فكان فارق كبير، لكن احكام الديربي دائما لا تحترف بالمنطق ولا تحترف بقوه برشلونه، والفريق خسر يمكن نقطتين قالت جدا في سباق اللقب على الدوري الاسباني. الدوري الايطالي. نعم، بالامس يمكن شفنا انه خساره مذله لروما ايضا في الديربي امام امام تورينو في ملعب الاولمبيكو بالذات، هدفين يمكن كانت قاسم الظهر لروما اللي ما بقدم فيه مستويات جيده، يعني يمكن عكس انتر ويوفنتوس اللي يمكن بهيمنوا على الصداره تماما، روما لا يسير يمكن بخطى ثابته عكس لاتسيو اللي نجح في انه يفوز بلقب السوبر الايطالي على يمكن على يوفنتوس، لكن عموما روما قادر انه يعود ويمكن يحتفظ على الاقل خلينا نقول يشارك في دوري الابطال او يحقق المراكز الاربعه الاولى المؤهله لدوري ابطال اوروبا. أنا شكرا لك كثير جدا عبد الرحمن عيدروس الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي على هذه المساحة التحليلية لأهم الأخبار والمستجدات في السوحة الرياضية، شكرا جميلا لك. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا سادة المشاهدين. بالرياضة دائما ما نختتم مشوار الصباح من صباح الشروق، انتهت حلقة اليوم، نتمنى أنه تكون كانت حلقة جميلة مميزة، تكون استمتعتوا برفقتنا، نكون قدرنا قدمنا ما يفيد المشاهد. أكيد بكرة حلقة جديدة، فريق عمل جديد، إعداد جديد، وحتى جديد اللقاء، تقبلوا عاطر التحايا مني ومن فريق العمل. أقعد عافية، في أمان الله.